الله عز وجل حدد لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن هناك فتنة، وعين له من هو المسبب ومن هو الذي فعل تلك الفتنة، بمعنى أنه لا داعي عندما يرجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه أن يسألهم من الذي صنع الفتنة؟ الفعل الذي فعله بنو إسرائيل أودى بموسى عليه الصلاة والسلام إلى كم هائل من الغضب. لنرى كم هذا الغضب. ألقى الألواح، هذه الألواح المقدسة التي نزلت من السماء، ذهب إلى الرجل البريء، ذهب إلى هارون عليه الصلاة والسلام. الله عين لموسى عليه الصلاة والسلام بأن السامر الفاعل هو الآن ذهب للبريء، أخذ برأس البريء هارون وبلحيته وجعل يجره. الذين ضلوا، الذين عبدوا وقعوا في الفتنة، ماذا كان نصيبهم من الجزاء؟ كان نصيب الذين وقعوا في الفتنة أنهم إذا أرادوا أن يتوبوا عليهم أن يقتلوا أنفسهم، الموت. الذين وقعوا في الفتنة قتلوا، فما بالنا بالصانع. البريء جره من شعر لحيته ورأسه. الألواح المقدسة ألقاها، فماذا سيصنع بالصانع؟ نجد أن الأمر مختلف تماما. قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هذا الرجل عنده قدرات خارقة، عنده أشياء فوق المعطى للبشر. فمثلا هو قال: بصرت بما لم يبصروا به. بماذا بصر؟ ماذا أبصر؟ رأى جبريل عليه الصلاة والسلام عندما نزل ليفلق البحر وينجي الله عز وجل بني إسرائيل. رأى جبريل. من في أولاد آدم يستطيع أن يرى الملائكة؟ من؟ فقط الأنبياء يرون الملائكة، وواحد من أولاد آدم غير الأنبياء يستطيع أن يرى الملائكة. من هو؟ المسيح الدجال. وهذا يقال له: فاذهب، فإن لك، ليس عليك، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس، لا أحد يستطيع أن يماسك أو يقترب منك أو يطلع على أمرك أو على خفاياك أو أن يخالطك إلا إذا أنت أردت له ذلك. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اذهب، ولكن ليس بالمطلق، لك موعد، وإن لك موعدا لن تخلفه. مكة وطيبة فهما محرمتان علي. ده الدجال اللي بيقول: كلما أردت أن أدخل واحدة منهما، أي من مكة أو المدينة، استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال الناس: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة،
كان هناك فتى من اليهود اسمه صافي ابن صياد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلعه الله عز وجل على حقيقة أمر هذا الفتى، هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو الدجال الأكبر. وبدأ الناس يخافون من هذا الفتى، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني مو رسول ما إحنا، أنت رسول الأميين. ثم قال السؤال الثالث، هذا الرجل موثق بالحديد: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. لكن الفتى رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي: أعوذ بالله، آمنت بالله ورسله. عمر بن الخطاب كان يقسم أنه هو الدجال الأكبر، يقول: كنت أقسم على هذا في حضرة النبي، والنبي لا يرد عليه ولا ينكر عليه. ما كان عنده علم عليه الصلاة والسلام، خفي عليه أمره. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، قال: خبأت لك خبيئا، أي في صدري شيء، سر أريدك أن تعرفه. فقال الرجل، فقال الفتى: الدخ. شوف ماذا قال، قال: الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ اخسأ فلن تعلو قدرك. فسئل النبي: ما الذي خبأت له؟ قال: أنزلت علي سورة الدخان. يوم من الأيام يمشي ابن عمر في الطريق فرأى ابن صياد فإذا هو أعور، فجادله ابن عمر، فغضب ابن صياد غضبة بدأ ينتفخ منها، فأغمي على ابن عمر، ثم قام ثم أسرع إلى بيت أخته حفصة بنت عمر فجلس عندها، فلامته حفصة: ماذا صنعت يا عبد الله؟ قال: ماذا؟ أردت أن أتأكد. قالت: يا عبد الله، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يخرج الدجال في غضبة يغضبها؟ كل ذلك العنف، كل ذلك الغضب انقلب إلى لين وهدوء أمام هذا الصانع لتلك الفتنة العظيمة. قال: ما خطبك يا سامي؟ عجيب، تلقي الألواح عليك الصلاة والسلام وتأخذ برأس البريء، والذين وقعوا في الفتنة يقتلوا، ثم تأتي إلى الصانع صانع الفتنة تقول له: ما خطبك بهذا اللين؟